قاتل خلف الجبل خيل العدا مطالها تركض وراعيها البطل بين الغنا مواليها. شو قصة لك تساوي؟ والله ما بعرف. يلي قتالنا تشوف عزمة رجالنا بأرضنا وجبالنا لعنا الحياة نسمعها يمهي قاتل خلف الجبل خيل العدا مطالها تركض وراعيها البطل بين الغنا مواليها. يعطيكم العافية يا أبطال. الله يعافيكم. وين رايحين؟ أخذين أكل لرجالنا على الشط سيدي. رجالكم رجعنا هون. ممنوع الناس دي على الشط اليوم منعاً بطن. وين راحوا لك؟ ما بعرف، لفوا من هون على الضيعة. عمي أبو نادر، نحن طبخنا لرجال بس ليك هاتي زهرة. نحن حاسبين حسابكم ها؟ تفضل. يسلموا بشيودة. أكل مشان ما تجوعوا. آه. وتحسن ولا وتفضل. سيدي أبو نادر عنا أكل كتير، إذا ما كفاكم هذا بنعطيكم كمان. لا يعطيكم العافية بكفينا، يلا فرجوني عرض كتابكم وشدوا على الضيعة. يلا. حاضر عمي أبو نادر، اطمن ها راجعين. يلا. عمي أبو نادر نحن جايين مشان نساعدكم ما جايين على الطلقة. خلونا نشوف شغلنا، حركوا على الضيعة. حاضر. عمى. لك شو عم تسوي أنت؟ لو وقتك هين. خيو أنا ما راح أكل، ما في يوم بين. جعت 60 عمرك ما تأكل، أصلاً إحنا بهم رسمية، ممنوع الأكل والشرب والتنفس. تنفس معلش.